صباح الخير، ما فينا ما نعطيكن الأخبار. بدنا نضل حاطينكن بالأخبار لأنه عم تتسارع الأخبار أكتر من اللزوم. أولا كلن هلأ قايمين أنه علي مملوك وعم بيزيعوه وأنه راح على إيطاليا، ولك من شهر شهر ونص كتبت المقال رندا طق الدين بجريدة الحياة، قالت فيه بالحرف الواحد علي مملوك راح وبطائرة خاصة إلى، ما بعرف إذا ذكرت طائرة خاصة إيطالية، راح على إيطاليا وطلب منهم أنه بالتعاون الأمني، ولكن طلب منهم أنه تفتحوا كل شيء فاردين علينا من الاتحاد الأوروبي، وعدوا أنه منساعد. فكتبتها إذن ما نو شيء جديد، ما بتكن تقروا شغلي بتخصكم ما على شيء. اثنين، كتبتها اللوموند بعدين، ولكن رنتا طق الدين كتبتها بالمقال من شهر شهر ونص، يمكن موجود بقدر بوجده ودي الكنية. اثنين، وقت اللي استلم بشار الأسد اتأملت الناس انه ممكن يعمل بعض الاصلاحات، عمل اصلاحات غلط اقتصادية، فتح الاقتصاد عن ايام بيو كانت مكبوش الاقتصاد بيد من حديد، ما بيخلوا بضاعة تفوت، ما بيخلوا كذا. هو هون قال شاطر خريج جولدمان ساكس بده يفتح الاقتصاد، فتح الاقتصاد، شو كانت النتيجة؟ يجيبوا البضاعة من تركيا. هالبضاعة التركية وين معمولة؟ بالصين. يفوتوها فئة من المستفيدين والمنتفعين، الأزلام والمحاسيب، وعملوا كذا ملايين الدولارات. وشفتوا كلن كيف كانوا بهيك الوقت يعملوا هالأعراس وكل عرس يا لطيف ويزتوا هالمال. التجار بحلب يلي عندن المعامل الصناعيين ودوا لناجي العطري يمكن، قالوا له انه نحنا منقدر نعمل، يا جماعة انتبهوا، نحنا منقدر نعمل مثل ما نعملين الأتراك، منجيب بضاعة من الصين ومنحط معمولة بسوريا ومنبيعها حتى داخل الأتراك، ولكن نحن عنا 200,000 عامل، يعني 200,000 عامل يعني 200,000 عيلة. طيب شو بتريدوا نعمل؟ ما ردوا عليهم. مين كن انتو تتحكم؟ نحن بجزمتنا بنحكم هالبلد. سكروا المعامل وطوروا العمال. أول دفعة شيلوا 80,000، شو بيعملوا؟ سكر المعامل، عم بيجيبوا هالبضاعة من تركيا معمولة بالصين. بالجزيرة العربية يلي هي مركز الصقل الزراعي يلي بتمثل 20% من الاقتصاد القومي تبع سوريا، عم بيعملوا سدود مشان المي، مشان يسقوا هالزراعة، وبنية تحتية. يعني متى ما خلص هالمشروع الجزيرة العربية وحدة بسوريا بالطعم 50% من الدول العربية أكل. بتمثل هالمنطقة وحدة بتمثل 20% من الاقتصاد القومي السوري. طيب بتوظف، لما خلص هالمشروع السدود والبنية التحتية، 46% من اليد العاملة بسوريا، هالمنطقة وحدة. بيجي المسيو المسؤول عن الزراعة، والله بدي قلكن ليش، وبيعمل تصريح بيقول القطاع الزراعي ما له أي قيمة، وبيرفع سعر المواد الزراعية من 200 دولار لل 1,000 دولار. مين بقى فيه يشتغل؟ ضرب القطاع الزراعي. تهجر وسعر المازوت من 6 دولار سورية، قلني لكن سعر الإسمنت من 200 دولار لل 1,000 دولار، ورفع سعر المازوت من 6 دولار من ست ليرات سورية ل 25 ليرة سورية. مين بقى بده يزرع؟ 70% من الشباب صارت عاطلة عن العمل، 1,300,000 نسمة تهجرت من هونيك، اش بدها تعمل هونيك؟ ما في شي بقى، ما في شغل. مشان هذا المسؤول
هول هالكم واحد وصيخ مليك عينته بزقعلين اجوا على امريكا الولايات المتحده الامريكيه وقاعدين حوالي لواشنطن العاصمه من اصل سوري، اكبر واحد فيهم بيعيش على كيس الدوله تياكل. صار بده يبدي رايه. إيه ما في اثبات على حافظ الاسد بالابحاث اللي عملها؟ لما بتعرف تعمل ابحاث مانك جاي تاكل بامريكا، كنت بتشتغل بشركه ابحاث تعمل لحالك قيمة بدل انك عايش على كيس الدولة بأمريكا. في اثبات ضرب القطاع الزراعي بهالشي مش قرار من بشار الاسد، لحساب مين؟ لحساب اللي لازم يحميه، مش هيك؟ تكون الزراعة هديك احسن من عنده. بدك اثبات اسا اكتر تنقل لك؟ معلش وقفوا هون. بعد خمس سنوات من حكم بشار الأسد وهالسياسة الاقتصادية اللي عمله، نزل مستوى المعيشة بسوريا 27%. يعني كانت 100 ورقة سورية تعمل شيء، نزل من قيمتها 27%، صار بدك 127 تفيك تعيش مثل ما كنت عايش. بدكن أكتر من هيك؟ بالجزيرة العربية من سنة 2005 لل 2009 مليون و 300 ألف تهجرة من منطقة الجزيرة العربية. طيب، ضابط المخابرات توفيق يونس بيستدعي أحد الناشطين من اليسار السوري بعد ما عملوا إعلان دمشق وعملوا هذا كله، قال له شو بدكم؟ طلع في هيك، قال له شو بدكم؟ بدكم تعملوا ثورة وتسقطوا النظام؟ إيه طيب، إذا كان هيك طمنوا بالكم بدنا ندمر سوريا تدمير، نحرقها وندمرها ندمرها ندمرها ما يضل في شيء، صحراء كله بدنا ننزله على الأرض واستلموا بعدين أي سوريا. انجبر هذا الناشط كمان ضمن المفاوضات يطلع عند بسينا شعبان، قال له يا عمي لأنه جابوا 5000 إيراني قناص نزلوا بالمطار السوري حتى يقنصوا إذا بدها تقوم الثورة. قال لي يا عمي إذا بدكم تقتلوا من فوق، يعني تقتلوا القيادات، بدها تقوم الناس من تحت. عطوها الفكرة روحوا جابوا القناصة، يعني بالمناقشة اخذت الفكرة بعتها عند بشار الأسد. بشار اتصل بالأجهزة تبعه وجابوا 5000 قناص من إيران. هيدي مشان كل كنت تفهموه. طيب، محمد بن سلمان أول غلطة عمله بيقول لصحافي أمريكي مهم كتير، قال له جاريت كوشنر صهر الرئيس سوري بجيبته، إذا صحيح أمنت له مصالحه المادية بأشغال صور بجيبتك. جاريت كوشنر في وراء استابليشمنت ما بيقدر يزيح فشخه عن استراتيجية الاستابليشمنت، إذا كيف بده يكون بجيبتك؟ راسه مو حاملة. الله يسامحه ابن شفيق المر مصغرته يلي عطوك كل هالمعلومات بلقائه معك، صدقت حالك انك انت صرت بتعرف. شو صارت؟ عمل تصريح للوول ستريت جورنال، شو فهمتوا كلكم من الوول ستريت جورنال التصريح تبعه؟ انه يا ايران لتوقفي هالقصة هيدي كلها مشان ما نكفي حروب وما بدنا حروب، يعني عم ببس له هيك الشغلة يا ايران ل وانه تيطلع عنت في انه بساعتها بدنا نعمل حرب نحن وياكم مباشرة. مين طلب منا؟ اليوم للمجازين تايم ماجازين شو بيقول؟ بشار الاسد باقي لي فترة طويلة. مين طلب منك هالتصريح الان؟ مين طلب مني؟ اذا هالثلاث اخطاء اللي عملون عجرات كوشنر
تاني وحدة بالوول ستريت جورنال واليوم للتايم ماجازين. طيب هالثلاث أخطاء الكبار مين طالب منك تتحكيني بهالشكل؟ طريقة ميشيل مرهش تفرجي إنك بتعرف تقلب من ورا ستور ما فهمك إيهن شرح لك إيهن إذا الزغرتاوي حط لك إيهن بيتمك كل نسوي لبطن صور وأنت اللي بتعرف وحورتي حورت كل شيء إنه أنت عم تبدي رأيك سامحك الله الله لا يسامحك. طيب المعارضة السورية بعد هالثلاث أخطاء تبع محمد بن سلمان شو متكلين؟ وأردوغان راسه كبير كتير بده يكون عندكن استراتيجية ومطولوها شو هي ما بعرف درسوها. أنا استراتيجيات اللي أنا بصفتي ناشط ومؤيد لهالثورة السورية لاني قائد ولاني مسؤول مجرد ناشط ومؤيد لهالثورة هالثورة العظيمة ثورة الشعب الكبير المهم. طيب هالشعب الكريم المهم لازم يتكافئ ما لازم ينقهر بالسجون وبالمخيمات. أنا بدي أحكي باسمه كناشط أنا بدي حل له بتجي على راسي خيي أنا مسلم أنا مليون 10 مليون دشني اللي قاعدين برا بين السجون وبين المخيمات وهني من الطائفة الإسلامية السنية. طالما حسن نصر الله عم بيقول نحن منشيع بسوريا منعمل شيعة خلاص منخلص القصة منرجع على بيوتنا ومنقعد ببيوتنا وما منتعطى بالسياسة نعم أو منحمل حالنا ومنعمل مكتوب للأمم المتحدة وللسفراء المعتمدين بمجلس الأمن للدول الكبيرة منقول إن إحنا إذا كنتوا بتقبلونا نحن مستعدين نكون عمال مننظف الطرقات مننظف المترو مننظف التلوج منعمل كل الخدمات العمالية إذا محتاجين لألنا مستعدين نروح بالقليل من إيش بكرامتنا بجواز سفر مرتب والبيجل مع كريم تشيز مع موزة باتنين دولار بالنهار يعني بليرتين سورية ما بقى بدي أكل كل النهار بقوم تاني يوم بيكون ماني محتاج جسمي تغذى إذا ماني محتاج أنا أتبهدل. ثلاثة كمان أنا هيدا رأيي ما هي الحلول يعني ما هي استراتيجيات اللي بتخلص لي شعبي. أنا بتصل بالإسرائيليين وبقولن هل مصلحتكم أن تبقى المنطقة هيك؟ إذا مصلحتكم هل منطقة أن تبقى هيك نحن مستعدين ضل حملين صلاح ونقاطيل من أجل مصلحتكم. إذا مصلحتكم لا نحن جايين ضعاف لعنكم بس نحن الماركت تبعكم والأكثرية الشعبية الموجودة على حدودكم بالهلال الخصيب نحن مستعدين أي قرار بتاخدوه نحن بنعمله. مثلا نحن بنعرض عليكم ساكس بيكو انتهى الناس ما بقى تعيش مع بعض بدنا منكن ساكس بيكو إسرائيلي جديد للمنطقة ونحن منكون دول غير مسلحة إذا بده يصير شيء علينا بموجب الدفاع الأمني بقيادتك إسرائيل أنتوا بتجوا بتدافعوا عني نحن بنعمل بوليس بس بتساعدونا طبعا معروفين إيه بتساعدونا بالزراعة بتساعدونا بالأمن قلنا بتساعدونا بالأدوية بتساعدونا بالكلين ووتر بتساعدونا بكتير شغلة تخلونا نكون نحن محتاجين لألكن هلو. أنا لو كنت هيك بطرح استراتيجي بشير جميل ما عرف عمله لو عمله وعرض على الإسرائيليين أنا رح أعترف فيكم شو رأيك نجمعكن أنتو والقيادة الفلسطينية بعد ما طلعت ببيروت صاروا بيجوا على بيروت بينزلوا بالمطار في دولة بتمرقهم وبيجتمعوا مع الإسرائيليين بدل ما يروحوا على أوسلو بعدين. إذا أنتوا السعوديين والخليجيين محتاجين لألكن رغم هني عندن كونتاكت بس أنتوا كمان بتسهلوا الأمور هني خايفين منكن مالين قال بيقولوا لك إنه إحنا بدنا ننفتح الهان أنتوا بتساعدوا بهالانفتاح اللي بتعملوه بتساعدوا اللبنانيين كمان
اللبنانيين الوطنيين مثل كن عارفين حسن نصر الله بس ينضق في نتفي بده يكسر لبنان مثل ما تكسرت سوريا، وهيك بدها إيران. بتضلوا مكموشين بإيدينا ونحن كيمشي الحكم بتضلوا عايشين هيك، ما ألكن قرار بشي، بس تقولوا بكن تحكوا سيادة وتحكوا وطنية بدنا نكسر كن لبنان، بيكسروا لبنان. قال محمد رعد بالاجتماع اللي هن يقعدين فيهن، قال 75 ما نشي نزهة، يعني منشتحكوا ومنعمي. ليه تغلطوا المعارضة السورية غلطة ياسر عرفات؟ كل كن بتعرفوا بالأمم المتحدة في غدا بيصير على شرف الرئيس الأمريكي أو الرئيس الأمريكي اللي بيدعي، ما بعرف مين بيدفع، أمريكا ولا الأمم المتحدة، وبتندعي كل الوفود اللي مشتركة بدورة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة من خلال البروتوكول كانت شوي مسكرة بالمحادثات الفلسطينية الأمريكية، فحطوا طاولة، حط طاولة الرئيس جورج بوش فيها ياسر عرفات، ما سلم عليه. طيب مسيو عرفات ما سلم عليك، طيب شو بنعمل؟ ننفعل على الطريقة؟ نطلع من تيابنا هيك بسرعة؟ في أصول ممنوع حدا يطلع بقى من كل هالسال اللي موجود فيه اكل عم تاكلوا، بتضلوا قاعدين بتتحركوا جوا. ممنوع حدا يطلع البرة قبل ما الرئيس الامريكي يطلع ويمشي الكونفوا تبعه ويروح، ساعتها كلكم فيكم تطلعوا. هذا الرول اللي عاملينه. قام ياسر عرفات قبل ما يمشي الرئيس الامريكي وبده يطلع، الحرس بده يوقفه، دفش الحرس وضل ماشي. لشو هالنتعات؟ في رول انه منرفز ما سلم عليك، ايه ما سلم عليك. طيب ما سلم عليك بنعمل هالنرفزة امام كل الوفود والعالم. طيب اثنين، عنده اجتماع عن ايام الرئيس كلينتون مع وزير خارجيتنا مارلين أولبرا، قالت له انه انتو بتسموه الجبل الشريف، هني بيسموه جبل الهيكل. يعني عم تشرح له عن القدس. الله اول شيء ما كان في جبال، وصار يحكي بصوت عالي ويستعمل ايده قدام وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ويقوي صوته. برموا حفروا ملقيوا في هيكل، ما في هيكل، ما في شيء اسمه هيكل هونيك، في كذا، هذا جبل الشريف جبل المسلمين. قالت له هلا اجتماعك مع الرئيس بده يفتح معك هالموضوع، وقف الحديث، هو الوقف وهو ضيف بأمريكا، وانه ما في لزوم بقى لاجتماع وما في لزوم شيء، بجوز هيك. طيب وطلقت الإسحاق رابين سفير الفلسطيني بالأمم المتحدة، راح على غزة يشوف ياسر عرفات، فات لعنده، هو عنده عادي لمن ما بده يحكي بشي بيعمل حاله عم يدرس وراق ساعة، قعد هيك بيطلع بهالوراق مليها قيمة، بس هيدي العادي تبعه. الرئيس سليمان فرنجي العكس تمام، وقت اللي ما بتفوت ما بده يسلم عليك وما بده يرد وما بده يطلع فيك، بصير مشعل السيجارة وعن يلعب بالمسبحية، ما بيشلع عينه عليك. هو بيطلع ياسر عرفات بهالشغلة هيك، وإذا كنت لحالك ما في ناس بيقعد بيصير الرئيس فرنجي يعمل أو سليمان بيك فرنجي باسيانس بالورق، يلعب بالورق مش ما يحكي معك، ما قالوا إيمانته، بس ما بيقول لك ليه طلوع البر وليه بيهيني بدون ما يحكي. طيب بعد ساعة طلع فيها السفير وخلوا ليش منرفز، قتل شمير، قتل رابين رئيس الوزراء، الرئيس رابين، بس استلم الرئيس شيمون بيريز وهو مثله وشريكه بعملية السلام، طلع فيه هيك من فوق لتحت بدون ما يجاوب، فهم انه قتل الرئيس رابين هذا عمل استابليشمنت،
طيب إذا عمل استبليشمنت بتضل مكفى بقصة القدس وما بتتنازل عن محل، إيه ما بقدر أنا مشين قرصة. طيب كل واحد حامل قرصه على كتفه وماشي فيه، كلنا بدنا نكون نزيهين 100%، ما حدا عنده أخطاء. منصرق ومننهب ومننصب على الناس ومنقتل ومنعمل كل شيء، بس نحنا ما بدنا حدا يحكي عنا كلمة. بدنا التاريخ يقول عنا الشرف والأخلاق، مثل ما كان يقول صدام حسين، كتبت شيء انه اوعى تكتبه شو بتعرفه. مثل ما قال له علي صالح لما نحكي مع علي سالم بالتليفون، قال له عم تكتب مذكراتك؟ قال له لا، ناطرك، بنكتب اتنيننا سوا مذكراتنا، يعني انت جاي مثلي البرة كمان، المهم ما حدا يكتب. هيدي هي قلت لكم اياها كلها الرسالة. المعارضة السورية بتحبه نقعد نتفاهم، ما قلنا أمل، ما قلنا أمل لحماية الشعب السوري ولحماية العرب الداخل على رأس المملكة العربية السعودية. كان ياسر عرفات يتلفن للملك فهد وللرئيس حسني مبارك عن يعرضوا علي كذا، شو رأيكم؟ بتوافق علي أبو عمار؟ نحن منوافق. لا، بدو إنه هني يقولوا له حتى يقول على أرسه هني دفشونه. حلوة. ونفس الشيء الخليجيين ما قلن قلبي يقولوا لكم للمعارضة السوريين فتحوا على دولة إسرائيل، نحن فاتحين خط بس ما بنقدر بشي، ما تقوموا تلوموني. بدها جراءة مني. بدنا سيكس بيكو جديد للمنطقة، منخلص كل الوطنيين الشرفاء والسياديين بدول الهلال الخصيب، ومنساعد العرب تيطلعوا من هالوضع. وإلا كل هالولدنات اللي عم بتصير بدها تؤدي إلى حرب، مثل واحد معه سرطان ما قدروا وجدوا شيء إلا يستعملوا الكيمو تيضربوا هالمرض. إذا نحن ما سعدنا رايحين لمحل يستعملوا كل شيء، ما بدها شيء يعني. بأمركم، بتمنى عليكن تسمعوا، بتمنى عليكن توزعوا لصحابكن، خليهن يفهموا. واحد بيتعلم قلت له يا رب يا أمي اتعلم من أخطاء الآخرين ما تتعلم من أخطائك. شعبنا ندبح وبدنا نشيله، بدنا نشيله بالزكاة. أدهش ما أعطاه الله على الأرض هو الإنسان. نحن كطائفة مسيحية منقول أنزل ابنه على كسم إنسان، رغم أنه السيد المسيح من الطائفة اليهودية الكريمة، وهالزكاة هيدا زكاة طائفة يهودية 5000 سنة حضارة مرقوا عليها، تعلموا الكثير ولم ينسوا ما زجرا. يعني يلا بتقولوا لي عم تكفر، معلش هلا بده يقوم الليلة، وأهلا وسهلا فيه. ومبارح بكين عليه، بس بكي على هالأمهات اللي خسرت ولادي، هالأمهات السوريات اللي ضحوا بأغلى ما بيملكوه على الأرض بأبنائهم. فأنا باسم هالأمهات اللي هني ضحوا بأغلى ما بيملكوا من أجل هالثورة، من أجل الحرية والديمقراطية، هذه الأمة العظيمة بتاريخ سوريا، بقول باسمها للمعارضة السورية آسفي على أمتين فقدت راعيها. هيك منغني بالكنيسة. فليكن موت ابنك، موت ابنك حياة لمن ياخدها. يا جماعة معارضة السورية استقيزوا دقيلكم واسمعوا مني لبا تغلطوا. إسرائيل 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 هي الأمل الوحيد لألنا بهالمرحلة، ما قلنا غيره. خوتركم، أنا صوتكم لدى الغرب.